مرحب حبايبي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير شعيرية بديل للرز. عنا كوب شعيرية، جزر، بازيلا، ملعقتين طعام زيت نباتي. طريقة كتير طيبة ورائعة نستبدل الرز بهيدي طريقة بشعيرية. حطينا الزيت ومنحط شعيرية ومنقليهم مع بعض على النار. بس اخذت شعيرية هيدا اللون الذهبي الخفيف، منحط الجزر والبازيلا. حط المي، حطيت كوب وربع مي، ملح، بتركن يغلوا مع بعض. بس صارت عنا المي بهيدا الشكل، في شي بسيط من المي، بخفف الغاز على الاخير وبغطي الطنجرة. بتركن حوالي 6 دقايق لتستوي عنا شعيرية. هيدي شعيرية بعد حوالي 6 دقايق صارت عنا بهيدا الشكل، استويت وصار هيدا الشكل النهائي اللي عنا. مع الشعيرية بدي اعمل لحمة عجنبها. بحط بالمقلاية زيت نباتي، لحمة، دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي كتير نكهة طيبة، نقطة خل خفيفة، ملح، فلفل اسود. بتركها لتستوي من الجهة السفلى، بقلبها على الجهة الثانية. بقلبها للحمة. رح اغطيها عشان تستوي منيح من الداخل. شوف اللحمة كيف صارت. اخذت لون خفيف. هيدي صارت جاهزه. هيدي طريقه شعيريه اللي عملتها انا وياكم بديل الرز. انا عملتها مع لحمه، بوتيتو ويدجز، جارليك بريد، وبندوره مقلي. عملتهم بهيدي الطريقه، ومن الافضل باليخنات. هيدي الطريقه بتنعمل مع الدجاج واللحمه، مع او الكفته كمان بتطلع طيبه، بس مع اليخنات بنصحكم ما تعملوها مع اليخنه. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.